السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح ناخذ كيفية التحكم بالكاركتر باستخدام الماوس. أول كنا نستخدم الكيبورد، والحين راح نستخدم الماوس. طيب، زي ما انتم شايفين هنا سويت بروجكت جديدة، نفس اسم الباكج ونفس اسم الجيم. وزي ما انتم شايفين هذه الأوامر أخذناها في المحاضرات اللي راحت، اللي هي في المين نيو جيم وال بينت كومبوننت والدبل بافرينج، وعندنا اللي هنا اللي هو ال كونستراكتور ميثود. طيب الحين راح نسوي كلاس جديد، هذا الكلاس راح نحط راح نستدعي اللي هي الماوس ادابتر. فخلينا نقول كلاس ونسميها ماوس مثلا لسنر، ونقول اكستند من اللي هي الماوس ادابتر. طيب نسوي امبورت للماوس ادابتر، امبورت. طيب راح نستخدم بعض الفانكشنز او الميثود اللي موجودة في الماوس ادابتر. فخلينا نسوي اللي هو override، كابيتال او. طيب وناخذ اللي هو ال public void، ايش ناخذ اللي هي الماوس، ماوس بريست، يعني سوينا لها اللي هي ال بريست، يعني انضغط على ال من الماوس. فخلينا نقول هنا اللي هي الماوس، ماوس event event. طيب نسوي import للماوس event الحدث على الماوس. طيب راح نسوي بعض الأحداث على الماوس وراح نستخدمها في البرنامج. فمثلا إذا انضغط الزر حق الماوس اللي هو الكليك اليسار، طيب إيش يسوي الميثود اللي هنا؟ راح نسوي متغير جديد نقول اسمه انت، او بلاش نقول الاكس اللي هنا الاحداثي خليه يساوي مين، جيت، او عفوا اي دوت جيت اكس. طيب والواي ايش يساوي؟ يساوي اي دوت جيت، عفوا جيت الواي. طيب اذا ضغطنا يعني زي كذا، او خلينا على النافذة، راح ياخذ الاحداثي هذا اللي هو الاكس ويخزنه في الاكس، والواي ويخزنه في الواي، او عفوا العكس، هذا الاكس وهذا الواي. طيب وبعدين ياخذ اللي هو الفيل اوفر يحطه في نفس الاكس والواي. خلينا ننفذها نشوف. في حاجة نسيتها اللي هي نسوي اد لسنر، اد شو يسمونه، اد ماوس لسنر. طيب فنقول اللي هي نسوي اد للماوس لسنر عشان يتنفذ معانا في البرنامج. ونقول له نيو، ايش سميناها، ماوس لسنر. طيب في خطأ في السبيلينج، ماوس لسنر.
طيب فكذا راح ياخذ الماوس ليسنر عشان ينفذه عندنا في الإطار حقت النافذة. طيب لو نيجي نشوف هنا، لما أضغط بالماوس هنا يتحرك الدائرة معاه، لما أضغط بالماوس هنا تتحرك الدائرة في نفس الإحداثي. طيب هي الدائرة تأخذ الإحداثي من هذا المكان، والدائرة خلينا مساحتها 15 × 15 زي ما سوينا هنا، فنروح نعدل هنا وننقصه 7. خلينا نقول جت ناقص 7، وهنا ناقص برضو 7. فخلينا نسوي تنفيذ عشان يطلع الدائرة في النص، في مكان اللي هي الماوس في النص كده. فهذه طريقة التحكم بالماوس، اللي هو تحكم الكراكتر بالماوس. في هنا اللي هو الماوس بريست، وفي خلينا ننسخ فيه او ننسخ من هنا، في اللي هي الماوس مو بريست ريليست. خلاص، اذا شلت الكليك من الماوس ايش تبغى تسوي؟ مثلا تغير في لون الكلر، في لون الفيل اوفر، او تسوي اي عملية ثانية. فحناخذ الحين فانكشن كمان ثانية او ميثود ثانية نسميها ماوس انترد. طيب انترد، طيب ف إذا دخلت الماوس في الإطار إيش يسوي؟ وفي هنا ماوس إيش نسميها، ماوس إكستي خلينا نيجي هنا نقول في السترينج في الفلوبل نقول جي دوت draw string طيب، والسترينج راح تكون في خطأ في الكلمة هنا، خلينا نقول game 2، نخليها في إحداثي مثلا في النص، أظن 150.150. طيب لا لا، خلينا نقول اللي هو الإكس يساوي، وبعدين هنا نقول زائد الإكس، ونحط زائد ونسوي المتغير الثاني اللي هي الواي يساوي، نشيل المسافة، الواي يساوي، ونقول انه ايه يساوي الواي. طيب هذه الرسالة اللي راح تطلع، يعني اطبع لي الاحداثي حق الاكس والواي اللي هو الحين. فمثلا هذا اكس 100 وواي 100، لما اعدله هنا يطلع الاكس يساوي 249 والواي يساوي كم؟ 24. هذا الواي وهذا الاكس. طيب بس هذه الفائدة من البرنامج، خلينا نعدلها نقول انه تعال هنا 110 110. طيب اللي ابغى اقول في الماوس انترد، اذا كان الماوس في النافذة خلي الرسالة اللي تحت تطلع، إذا مي موجودة اخفي الرسالة. طيب نيجي هنا نسوي متغير ثاني، ايش حيكون سترينج، خلينا نقول public string ونسميه on، او خلينا نقول ماوس on screen.
طيب هذا اسم المتغير اللي عفوا من نوع بوليان، مو اللي هي بوليان مو سترينج. ف خلينا نقول انه هنا في الماوس انترد البوليان يكون ترو، يعني موجود، فنقول انه ترو. وفي الماوس اكستد يكون ايه؟ فولس. ونيجي هنا عند السترينج نقول اف اون سكرين، يعني اذا كان ترو اون سكرين ارسم لي اللي هي الاحداث الاكس والواي، اذا مي الفار على السكرين لا ترسم حاجة. طيب نسوي تنفيذ. اوكي، زي ما انتم شايفين لما يكون الفار برا الاطار ما يطلع لي اي رسالة، لما ادخل يطلع لي انه ايه الدائرة في احداث اكس والواي في الاحداثي هذا. طيب فانا نقول الاكس 186 والواي 25، ولما اطلع من النافذة تختفي الرسالة. هذه فكرة اللي هي الماوس انترد وماوس اكستد. ف أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو اليوم أو من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.